عام 2021 المليء بالتقلبات. نقف معكم بهذا التقرير على أبرز محطاته. أحداث وضعت بصمتها على النمسا، تغيرات وتحولات، وعام عصيب على الطبيعة ينتهي بتهديدات قائمة على كورونا ومتحوراته، وبين مشكلات ولدت وأزمات امتدت وسيناريوهات وتوقعات تطرح سؤال: ماذا سيحصل؟ طبعاً سيطرت جائحة كورونا بتداعياتها، وكانت التطعيمات هي دينامو اللعبة، بالإضافة إلى جرائم قتل النساء، هيمنت القضايا البيئية واستقالات مصيرية سياسية على المشهد العام. كورونا. في 27 من ديسمبر 2020 تم إعطاء اللقاح الأول في النمسا، وكانت اللقاحات نادرة في البداية، وكانت عمليات الإغلاق سارية، واعتباراً من مارس أدت الآثار الجانبية للقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون إلى عدم اليقين باللقاح، وأدى هذا إلى بعض الوفيات. في يونيو، مع توفر اللقاحات، وصلت حملة التحصين إلى ذروتها، وبعد إلغاء القيود في جميع أنحاء البلاد بحلول مايو، كانت الإصابات الجديدة نادرة، وركض معدل التطعيم عند حوالي 60%. وفي سبتمبر دخلت الجرعة المعززة الثالثة حيز التنفيذ، وحتى نهاية 2021 تجاوزت حالات الوفاة 13,000 حالة بسبب الوباء. وفي نوفمبر تم الإبلاغ عن أكثر من 10,000 اختبار إيجابي لكورونا يومياً، وأثقلت المستشفيات في سالسبورغ والنمسا العليا، وكانت النتيجة إغلاقاً آخر وإعلان التطعيم الإجباري هذا العام، والذي أثار غضب الكثير من معارضي التطعيم، وأسفر ذلك عن مظاهرات في النمسا. وفي نفس الوقت ظهر المتغير أوميكرون. جرائم قتل النساء. أدت عمليات قتل النساء العديدة خاصة على أيدي شركائهن أو أصدقائهن السابقين لارتكاب ما يقرب من 30 جريمة قتل للنساء، وكان هناك عدة حالات وحشية بشكل خاص. وفي أبريل قام رجل مصري بسكب البنزين على شركته السابقة، وأضرم النار فيها داخل محلها لبيع السجائر، وتوفيت في المستشفى بعد فترة، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي يونيو عثر على الطفلة ليوني البالغة من العمر 13 عاماً ميتة وملقاة أمام شجرة بفيينا، وتم اعتقال 4 شبان من أفغانستان بتهمة الاغتصاب التي أدت إلى الوفاة. وهذه القضية شغلت الرأي العام في النمسا وأثارت سخطاً عاماً ضد اللاجئين. وفي 13 من سبتمبر قتلت امرأتان على يد صومالي في فيينا. حماية المناخ. من أكتوبر بدأت بطاقة كليما تيكت، ويمكن استخدام وسائل النقل العام في جميع أنحاء النمسا مقابل 1095 يورو أو 3 يورو في اليوم. وبعد ضغوط من ناشطي المناخ ألغي مشروعين للطرق السريعة في بورغلاند وفيينا. الكوارث البيئية. في 15 من يوليو شهدت بعض المناطق كارثة فيضانات في النمسا العليا والسفلى وسالسبورغ. وفي أكتوبر في بلدة هيرشفانغ في رايشن أو أندرراكس في النمسا السفلى حدث حريق في الغابات، ويعد الأكبر في النمسا على الإطلاق، وكافح آلاف من رجال الإطفاء وطائرات تابعة للقوات المسلحة وأخرى من الاتحاد الأوروبي، وتم القضاء على الحريق في نوفمبر. حوادث مؤثرة. في 19 من أكتوبر توفي لاجئين من سوريا أثناء تهريبهما عبر الحدود بين بورغلاند والمجر في شاحنة صغيرة، وتوفي 359 شخصاً في حوادث في شوارع النمسا في عام 2021. في 9 من يوليو خرج قطار مورتالبان عن مساره في لونغاو في سالسبورغ، وأصيب 17 طالباً في 27 من سبتمبر. وفي 27 من سبتمبر نزفت امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً من لينز حتى الموت عند ولادة طفلتها في المنزل، ونجت الطفلة ولكن لم تكن الأم تعرف بحملها. الزلزال السياسي. في 8 من أكتوبر 2021 أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عن استقالته من منصبه
بسبب ضغوط وسط قضية للاشتباه في فساد، وتم تعيين وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ مؤقتا كمستشارا للبلاد. وأعلن كورتز أنه سيبقى زعيما لحزب الشعب وسيكون عضوا في البرلمان. وفي 2 ديسمبر أعلن سيباستيان كورتز انسحابه التام من الحياة السياسية، وتتابعت الأحداث وتوالت الاستقالات وتزعزع حزب الشعب بالكامل باستقالة وزير المالية ووزير التعليم، وأصبح كانهما الذي كان وزيرا للداخلية مستشارا للنمسا. هذا في عام 2021، لكن الصورة في 2022 لا تزال مشهولة بحلة باهدة لكن مقلقة تطل، والمتهم الرئيسي أوميكرون. درس العام الماضي يجب أن يحضر، ولا يمكن أن ترسم الأمور بعيدا عن مربع الوباء وإن لانت القيود. والصورة لا تبعث على التشاؤم وإنما على الحذر، كما قال الرئيس النمساوي ألكسندر فاندلبن. كنت معكم أنا بثانة سلام، وإلى اللقاء.